ولنقاش الوضع الحقوقي والإنساني في سوريا، وتداعيات ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة غزة عنتاب التركية الباحث السياسي حسن النيفي. أهلا بكم سيدي. أسعد الله مساءكم بكل خير ومساء السادة المشاهدين. أسعد الله مساءك أيضا. أستاذ حسن، نبدأ معك بجريمة قتل الناشط أمين عيسى من قبل ميليشيا قسد في سجونها. كيف يمكن تفسير الموقف الأمريكي حيال القضية والمطالبة بالتحقيق في ذلك؟ يعني الممارسات التي بدأت آثارها تظهر اليوم فيما يخص سلطات قسد، هذه لم تكن جديدة سيدتي الكريمة. فمنذ أن بسطت قسد سيطرتها في عام 2012، أول ما قامت بانتهاكات حقوق أبناء الكرد أنفسهم، حيث قامت في مدينة الحسكة والقامشلي بمداهمة جميع مكاتب الأحزاب الكردية واعتقلت العديد من شبابهم. والآن يعني هذه الهجرة التي نشهدها في مناطق شرق الفرات وخاصة لإخواننا الكرد إلى أوروبا هي بسبب الترويعات التي وجدوها على أيدي حزب الاتحاد الديمقراطي البايلي. وفي معظم المناطق التي تسيطر عليها قسد هي لا تفرق بين طفل وشيخ وامرأة وشاب، وإنما كل يعني نفس الممارسات التي كان يمارسها نظام بشار الأسد وما يزال هي تمارسها. يعني هي لا تعترف بمسألة اسمها الرأي الآخر أو المخالفة، وإنما تعتبر أن كل من يخالفه هو خصمها سياسيا، وبالتالي الوسيلة الوحيدة هي الإجهاز على هذا الخصم. الشهيد أمين عيسى، والذي يعني نرى طريقة الاعتقال والطريقة التي قضى فيها طريقة هي غاية في الترويع، غاية في الفظاعة. هناك أيضا العشرات بل المئات من المعتقلين. نعم. يعني نذكر المحامي ماجد الجمعة، الأستاذ ماجد الجمعة معتقل منذ تشرين أول عام 2019 وحتى الآن لا يعرف مصيره، ولم يتمكن ذووه من زيارته أو رؤيته. نعم. هكذا الاعتقالات والسجون لدى حكومة أو ما تسمى بسلطات قسد. الموقف الأمريكي اليوم فيه الكثير من الزيف، فيه كثير من النفاق. يعني نحن في هذا السياق بالحديث عن أمريكا، إلى أي مدى تظن أن بعد جريمة أمين عيسى على غرار باقي الجرائم، وبعد سرد التقرير الطبي للانتهاكات البشعة التي ارتكبت في حقه، هل يمكن أن تتغير السياسة الأمريكية حيال ميليشيا قسد وترفع يدها عنها؟ لا أعتقد ذلك، لأن يعني الولايات المتحدة الأمريكية للأسف تتعامل مع الملف الحقوقي والملف الإنساني ليس من معيار قيمي، وإنما من معيار مصالحها. ف يعني لو أنها كانت تتعامل من معيار إنساني أكثر لاستجابت للكثير من النداءات التي توجهت إليها. يعني الكثير من الأصوات سواء منظمات إنسانية أو حقوقية توجهت إلى الإدارة الأمريكية بتقارير وبأدلة مثبتة حول انتهاكات قسد. يعني لننظر منذ فترة بسيطة لا تتعدى 15 يوما قامت قسد بقتل 5 متظاهرين في مدينة منبج، عندما احتج المتظاهرون من أجل طلبات معيشية عادية. يعني قامت بقتل 5 من المتظاهرين. وين الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما الذي فعلته؟ التقرير الذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الشهيد أمين عيسى هو تقرير باهت جدا، نأسف. ماذا تفعل كلمة أسف؟ هذه الحكومة التي تسلطت، أو هذه القوات، قوات الأمر الواقع التي تسلطت على المناطق التي تسيطر عليها، هي لا تختلف عن التنظيمات العابرة للحدود. الولايات المتحدة الأمريكية تستخدمها كأداة تنفيذية لتحقيق مصالح سياسية.
كانت لجنة دولية للصليب الأحمر وثقت هي الأخرى انتهاكا جديدا لميليشيا قسد بحق الأطفال، برأيكم ما الهدف من اختطاف الأطفال واعتقالهم؟ هي تحتقر الأطفال من أجل التجنيد الإجباري، يعني كما كانت تفعل داعش عندما تأخذ الأطفال وتحتجزهم في معسكرات من أجل تدريبهم ليقاتلوا في صفوفها. أيضا قسد تقوم بأخذ الأطفال بزجهم بمعسكرات بسجون من أجل تدريبهم. وقضية التجنيد الإجباري للقاصرين للأطفال، يعني الأمريكان يعرفونها تماما ويعرفون كم طفل في صفوف قوات قسد تم تجنيدهم إجباري. الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت حوالي يعني 3417 معتقل موجودون عند قسد، منهم من اختطف قسريا أو غيب، ومنهم ما لا يعرف مصيره حتى الآن. يعني هذه الأرقام لا نأتي بها جزافا، وإنما قامت بتوثيقها منظمات إنسانية وضعتها بين يدي الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا لك الباحث السياسي حسن النيفي، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة غازي عنتاب التركية.